دكتور أسامة، وأهلا وسهلا فيك. مساء النور ستيات، ومساء النور على مشاهدين قناة سامراء. أهلا وسهلا فيك دكتور. بدي أبدأ معك عن أنواع الكسور، وهل تختلف حدتها من شخص إلى آخر؟ يعني أنواع الكسور، يعني التفاصيل في موضوع أنواع الكسور طويلة جدا، نعم، ولكن تقسم لكسور مفتوحة وكسور مغلقة، كسور معقدة وكسور بسيطة، وأهم شيء اللي هو مكان الكسر. فكل مكان كسر له تقسيم معين وتصنيف معين. أنواع الكسور تختلف بحسب مكانها، حسب شدتها، وحسب الإزاحة، وإذا كانت مفتوحة أو مغلقة. يعني مفتوحة أو مغلقة يعني أنه يكون في بريش للجلد، أو يعني يكون الجلد نفسه مثقوب، أو صاير في ضربة خارجية فاتت كسرة العظم. فتختلف الأمور من طريقة إلى أخرى، ولكن تمام. أنواع الكسور حسب الشدة. يعني في كسور فيها تفتت، في كسور بسيطة، يعني نلاحظ في كسور بس يعني بيكون في عظمتين مفصولات عن بعض، ولكن ممكن نلاقي عظمتين أو ثلاث، يعني ثنتين ثلاث فما أكثر، فبتكون هاي كسور فيها تفتت، وهي يعني بتدلك أنه طريقة الإصابة أصعب وطريقة العلاج أصعب. أها تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي عن كيف بيتم التعامل مع الأشخاص اللي بتعرضوا لكسور، خصوصا إذا كانوا بيعانوا من أمراض مزمنة مثل السكري، الضغط، أو مثلا خلينا نحكي الأشخاص اللي هم يصنفوا كبار السن. دائما بنسمع بأنه كبار السن كسورهم صعبة العلاج، أو في بعض الحالات بحتاج لمفصل وقصص طويلة. خلينا نحكي كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات. التعامل مع الكسور دائما يعني ببساطة، وما يعلم للجميع أنه رد الكسر وتثبيت الكسر، هاي أهم خطوتين في الكسر، وبعدها التأهيل. نعم. يعني رد الكسر، تثبيت الكسر، والتأهيل ما بعد الكسر، هاي خطوات علاج أي كسر موجود في الجسم. طريقة تثبيت الكسر تختلف من كسر لآخر، وحسب العمر، وحسب نوعية العظم، وحسب إذا المريض أصلا بتحمل عمليات أو ما بتحمل. فهو يعني كسور كبار السن، مشكلة كبار السن أنه نوعية العظم بتكون عندهم سيئة، بتكون عنده هشاشة عظام، عنده تليم بالعظم، بيكون نسب التفتت أعلى، نسب أنه يستفيد من التثبيت مرات بيكون أقل من الناس العاديين. فإحنا بنحاول نروح باتجاه المفاصل، خاصة بكسور الورك. نعم. وهي الكسور اللي أنت تسمع عنها أنه هي كسور صعبة، وكسور تحتاج إلى مفاصل، وكسور بتأثر على حياة المريض، حتى تصل إلى تهديد لحياة أحد، يعني في تهديد على حياة المريض من نوع الكسر هذا. فهي الكسور بالبداية يتقيم المريض، ويطلب له الاستشارات اللازمة من أخصائيين قلب والتنفسي وما إلى ذلك، وبعد التقييم يصنف المريض حسب خطورته، يعني حسب طبيب التخدير بصنفه لحالة يعني بسيطة أو حالة ممكن تأثر العملية على حياته، وما بعدها يتم اتخاذ الإجراء المناسب. تمام. طيب دكتور، في ملاحظة يعني بدي أختم في هذا الموضوع تحديدا، أنه كثير من الأشخاص بنلاحظ أنه بتعرضوا لكسور متكررة، يعني هل بيكون في عندهم مشاكل في العظم؟ هل غذائهم بيكون غير صحي خلينا نحكي، أو الكالسيوم عندهم ضعيف، أو بيعانوا من هشاشة يمكن وما بيعرفوا؟ يعني كيف ممكن نقوي صحة العظام لنتجنب الكسور المتكررة؟ التعرض للكسور المتكررة له أسباب كثير، أهمها أنه المنطقة تكون تعرضت لكسر قديم، بتظل المنطقة أضعف، ما بتصل للقوة الطبيعية، فبصير في عندهم كسر متكرر. لكن في ناس عندهم تحمل أمراض جينية تأثر على كثافة العظم، تمام؟ نعم. أو يكون في عنده المريض هشاشة أو تليم بالعظم، فهذول بيكونوا معرضين أكثر للإصابات والكسور. كيفية الوقاية من الكسور، أهم خطوة في الوقاية من الكسور هي تجنب الإصابة. احنا اتخاذ وسائل السلامة العامة، ويعني الواحد يتصرف صح بالمكان يعني اللي هو بيشتغل فيه او بيعمل فيه، او يعني اتخذ كل التدابير الوقائية اللازمة. اهم شيء يعني كمان العظام بشكل عام بتحب الغذاء الكويس، بتحب المشي، بتحب الرياضة، فهي زيادة هاي الأنشطة دائما والأغذية الصحية بتساعد على الحفاظ على
سلامة العظم وبالتالي تجنبنا للكسور. نعم، أنا بدي أشكرك جدا دكتور أسامة الجراح أخصائي جراحة العظام والمفاصل والكسور على هذه المعلومات المفيدة، وأيضا نتمنى السلامة دائما للجميع. كل الشكر دكتور. حياكم الله وأسعد الله مساء. أهلا وسهلا فيك.